صندوق الإعلام الرياضي ولدعم الإعلاميين الرياضيين، أعتقد أنه إن شاء الله خطوة كبيرة تستحق أن نقف دائما في مثل هذه الأعمال السامية والكبيرة جدا. لذلك فخور جدا بأن نطلق هذه المبادرة. أيضا أشكر الأمير عبد العزيز بن تركي على الدعم الكبير الذي يحظى به هذا الصندوق، وهي إن شاء الله الخطوة التي إن شاء الله لاحقا سنعرب عن أو سنقدم من خلال الفترة القادمة في أول اجتماع لمجلس الإدارة، سنقدم إن شاء الله كل ما يخص هذا الصندوق من آليات ومن معايير ومن لجنة خاصة ستكون هي المسؤولة عنه. لدينا ثقة كبيرة في أن الهلال إن شاء الله سيكون في أفضل حالاته وسيمثل إن شاء الله وطننا خير تمثيل، وبإذن الله يكون اللقب الآسيوي سعودي. نقف جميعا، يجب أن نقف جميعا مع ممثل الوطن، ويجب أن نعمل كثيرا من أجل أن يكون إن شاء الله الحضور السعودي كما هو معتاد قويا، وهذا هو المتوقع إن شاء الله للهلال في النهائي الآسيوي بإذن الله يحقق اللقب.